يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكتاب المسؤولين بما ينفع المسلمين أمر مطلوب ولا ينبغي الكسل والتواكل. ولا فلاسفين لا تمل. ما درت الشيوعي مهم يملون والإباحي ما يملون. أنت لا تمل أيضا وأنت في حق. اكتم 100 مرة.